كل طالب وشاب في المحرر عنده طموح، وأنا من هاي الفئة عندي طموح اللي هو الهندسي المعلوماتي. طبعاً مجموعة بالثانوية ما أهلنا أني أدخل هندسي معلوماتي، فحسيت ندم شديد صراحة، كان دافع لأني أتعب على حالي بالمعهد التقني للحاسوب واجتهد على نفسي وتفوق بهذا المجال. بعد ما تفوقت بالمعهد التقني للحاسوب طبعاً بعد جهد كبير دخلت الهندسي المعلوماتي. بمجرد دخولي للهندسي المعلوماتي حسيت بدافع أكبر يجدد شغفي طبعاً تجاه هذا المجال. بالتزامن مع هاي الأمور أطلقت مؤسسة مداد مشروع ألف مبرمج. بعد ما اطلعت على تفاصيله صراحة كان مشروع جداً مهم وجداً هو بيدعم المجتمع البرمجي بكل تفاصيله. طبعاً بعد انضمامي لهذا المشروع بالفئة الأولى خضعنا لعدة تدريبات مهمة جداً تصقل مهارات المبرمج، مثل هي اللغة الإنجليزية طبعاً، بعض لغات البرمجة، بعض أطر العمل الخاصة بالبرمجة، التفكير المنطقي، قواعد البيانات، وكثير تدريبات أخرى. الحمد لله رب العالمين تفوقت أنا بهذا المشروع، تم تقييمي من القائمين على هذا المشروع ونلت المرتبة الأولى. طبعاً رغم أنه كنت أشتغل شغل خاص برا دراستي، ورغم أنه دراستي مع هاي كنت أنا من أكثر الملتزمين ضمن هذا المشروع، مما فيه يعني من فائدة علمية ومن تأثير بالمجتمع البرمجي. والحمد لله من خلال هذا المشروع تم تأمين فرصة عمل لي بشركة تركية ضمن اختصاصي اللي هو البرمجة. أنا بحب أوجه نصيحة لكل الشباب زملائي في الجامعة والشباب التانيين، أنه الأشخاص يهتموا بالمجال اللي هنو داخلين فيه، لأنه على قدر إيمانك بالمجال اللي أنت حالياً عم تدرسه بتنتج وبتطالع شيء مميز بالمجتمع.